السلام عليكم ورحمة الله وعواش المباركة. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم اللحم البرقوق، تيجي مدغمر كيجي رائع في المذاق. غادي نحتاجو ليه هنايا عندنا طريفات ديال العنقرة، يكونوا مقطعهم يكونوا شوية غلاظ، ما يكونوش رقاقين باش يبقاو مجموعين. كتعرفوا اللحم البرقوق تيبغي الطروف يكونوا كبارين حيت كيطيب بزاف، حتى كي اللحم كيتسلخ على العظم. غنحتاج لنا بصله تكون مويانه ما تكونش كبيره، عندي العنقرة تقريبا فيها 4 كيلو وشي حاجة. عندي هنا غنحتاج 3 فصوصة ديال الثوم، الزيت، البلدية بطبيعة الحال، شوية ديال الماء. في العطرية هنا عندي معلقة كبيرة ديال سكينجبير، معلقة صغيرة ما عمرش ديال الإبزار، معلقة كبيرة ديال الخرقوم، وشوية ديال الملحة حسب الذوق، وجوج عويدات ديال القرفة. صافي، أنا ما كنديرش فيها الربيع، كتعرفوا اللحم البرقوق ما كيديرش فيها الربيع. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. غنجيب هنا كميلة، غنطيف الكميلة حيت هي كتجمر ليا اللحم مزيان. إذا بغيتو ديروه في كوكوت كيطيب اسرع، الا عندكم الوقت ديروه في الكميله. صافي، غادي ندير اللحم ديالي في الكميله. انا كنشرملو ديك الساعات وكنطيبو، كاين اللي كتبغي تشرملو وتخليه عاد كطيبو ماشي مشكل. صافي، كنضيف عليه العطريه كامله، وغادي نحك عليه الثومه. قدنا 3 ديال الفصوص ديال الثومه كبارين ماشي صغار، حيت عندنا 4 كيلو وشي حاجه ديال اللحم، يعني كميه كبيره. درت هنا بصله مويانه حكيتها في الحكاكه الغليظه، ما قطعهاش، من الاحسن حكوها باش غتجيكم مرقه مدغمره مزيان. غندير هنا شويه ديال الماء، ما نديرش الزيت دابا حتى نشرمل اللحم، عاد ندير الزيت. صافي، غادي نحك داكشي مزيان، غادي نشرمل اللحم حتى تدخل ليا العطريه مزيان في اللحم. كتشوفوا هنا العنقرة تبارك الله كبيرة، والطريفة تيجيو كبارين. غادي يبقاو هكاك واقفين، ما غاديش يتحلو، ما غاديش يخسروا لينا في الحطة، كتجي زوينة. هنا كنضيفو جوج عويدات ديال القرفة، عاد كنضيفو هنا تقريبا ربع كاس ديال الزيت البلدية، ما غاديش نضيفو بزاف باش ما تجيناش تاني ميدمة. صافي، ربع كاس ديال الزيت البلدية صغير. وهنايا درتو انا فوق من المجمر، غنطيبو فوق من المجمر وغنخليه. كنضيف ليه الماء، القياس ديالو ما تكثروش ليه الماء. تقريبا درت ليه انا جوج كيسان ديال العنبه في المجموع، اولا جوج كيسان نص اللي طاب فيهم اللحم ديالنا، ما زدتش عليه حتى شي حاجه اخرى. صافي، كنخليو العافيه تكون مهيله كيطيب على خاطره، مره ضروري كنقلبوه. دابا غادي ندوز باش نوجدو البرقوق والمشمش، غادي نغسلوهم. عندي هنايا البرقوق غسلته مزيان، وعندي المشمش حتى هو غسلته، كتعرفوا تكون فيهم الغبره. صافي، عندي غنحتاج الماء، عويدات ديال القرفه، السكر، سنيده، الملحه والزبده حتى هي باش غتجينا البرقوق تيجينا معسل وملمع، هو المشمش. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. دابا غادي ندوز للطريقه ديال التحضير ديالهم، ساهله بزاف. غادي نجيب جوج كاسرونات، واحده للبرقوق وواحده للمشمش. غادي نضيف هنايا البرقوق هو الاول، ونضيف عليه الماء، القياس ديالو اللي غادي يطيب، والا خصو غادي نزيدو بطبيعة الحال ضروري، هو كيشرب الماء وكيتنفخ. غنضيف عليه رشة ديال الملحة باش كتصح لينا الذوق، باش ما يجيناش زعيق في المذاق ديالو. كنضيف عليه عويدة ديال القرفة، ما كنديرش انا قرفة بودر باش ما كتخسرش لينا، ما كيجيناش المذاق ديال البرقوق بحال فيه التراب. هكا العويدات كيطلقوا النسمة احسن من القرفة بودر. غنضيف معلقه صغيره ديال الزبده. هنا كذلك غادي ندير المشمش، غنضيف ليه حتى شويه ديال الماء وشويه ديال الملحه، معلقه ديال الزبده وشويه ديال السكر، وغادي نخليه حتى هو كيطيب وكيتعسل، وغادي نقابلو. الا احتاج عاوتاني الماء راه كنضيف له، كنزيد ليه الماء. هنا البرقوق ما غاديش ندير ليه انا المرق ديال اللحم، غنخليه يتعسل غير في المذاق ديالو. صافي، غادي نخليهم حتى يطيبوا مزيان وتعسلوا، وغادي نتلاقاو في الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا كيف كيجي. كتخليو المريقه حتى كتوقف، حتى كتوكح مزيان وكتوقف في الزويته. صافي، وكتقدموه نتوما كيف ما بغيتو، كيجيكم بنين بنين بزاف بهذه الطريقه اللي كنوريكم انايا. كنت فايت درتو معكم هذا العام، وبغيت هذا العام ثاني نعاودو معكم بالنسبه للناس اللي ما شافوش. صافي، هنا غادي نخليهم حتى يتعسلو مزيان، ونعاودو نتلاقاو في الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا.
هذا هو الشكل النهائي. من بعد ما حطيته كتشوف الطريفات تبقى هكا صحاحين واقفين وما تحلوش ليا كاع في مره. صافي كنزوقو ثاني باللوز مقلي، سلقته فسخته قليته في زيت بارده. صافي كنقدمو هكا مع شويه ديال البرقوق والبشماش. الصحه والراحه.